أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. كنا في المجلس السابق أشرنا إلى ما تضمنت السورة الكريمة من موضوعات، وأشرنا إلى موضوعها الرئيس الذي تدور عليه، وهو ذكر حال الأمم المكذبة لرسل الله عز وجل، وكيف كان مصيرها وجزاؤها، كيف أنجى الله المؤمنين وعذب الكافرين. وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، حيث أخبر عز وجل عما صدر من أولئك المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، عن موقفهم من دعوته عليه الصلاة والسلام. وأشهر القضايا التي تناولتها آيات القرآن الكريم من موقف المكذبين لنبي الله عز وجل شكهم في نبوته، وتكذيبهم أو إشراكهم مع الله عز وجل في العبادة، وشكهم في البعث. هذه ثلاث قضايا أساسية يدور عليها موقف كفار مكة: شكهم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكهم في البعث، وإشراكهم مع الله عز وجل. وهنا أشار إلى شكهم في البعث بعد الموت، حيث قال عز وجل: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قال عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. هؤلاء الكفار لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما يدعو إليه وتوعدهم بالعذاب إنهم كذبوا، أصبحوا يشككون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العذاب لم ينزل بهم. فقال الله عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني أجلنا العذاب وأخرناه إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن محدود معين، ليقولن ما يحبسه، ما الذي يحبس هذا العذاب الذي توعدتنا به، لما لم ينزل بنا. فرد الله عليهم هذا القول فقال: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بمعنى أنه ليس المهم متى سيأتي هذا العذاب، فهو آت، وكما قالت العرب: كل آت قريب، ما دام أنه سيأتي فهو قريب وإن تأخر، لكن المهم ما الذي أعددتموه لهذا العذاب، كيف ستسلمون منه وتنجون منه. ولذلك قال: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، إن أتى اليوم أو بعد سنة أو بعد 100 سنة فما الذي ستفعلونه إذا نزل بكم؟ هذا هو الذي يجب أن يسأل الإنسان نفسه: ما الذي سيدفع به عذاب الله؟ ما الذي سيقابل به الله عز وجل بعد موته؟ ليس متى يبعث أو متى تقوم الساعة، فإن هذا لا فائدة منه
في عمله، بل المهم ما الذي أعددت له. ولذلك لما جاء رجل النبي قال يا رسول الله متى الساعة، فسأل السؤال لا فائدة منه، يعني إن علمت أن الساعة اليوم أو بعد أو بعد 100 سنة لا كبير فائدة. ولذلك صرفه النبي إلى المقصود والحكمة، قال ما أعددت لها. هذا هو المهم الذي يجب على المكلف أن يعيه. ولهذا قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قوله وحاق بهم، الحوق الإحاطة، وفيها معنى الإحاطة مع الإحكام، يعني حاق بهم يعني أحاط بهم إحاطة محكمة بحيث لا يسلم أحد منهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وتأملوا التعبير بصيغة الماضي، فقال وحاق بهم، مع أنه لم ينزل بهم بعد، أليس كذلك؟ وهذا التعبير بصيغة الماضي، مع أن الله عز وجل قال، مما يدلنا على أنه لم يقع، أنه قال ألا يوم يأتيهم، فمعناه أنه لم يأتي بعد، فكيف يقول في الآية وحاق بهم؟ فكيف يعبر بصيغة الماضي لأمر لم يقع؟ نعم أحسنت. وهذا كثير في القرآن الكريم، أن يعبر بصيغة الماضي لأمر لم يقع من باب التحقق وقوعه والتأكيد عليه، وكأنه من الثقة، من شدة الثقة بوقوعه كأنه قد وقع، مثل قول عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني يقول أتى مع أنه لم يأتي بعد، بقرينة قوله فلا تستعجلوا. إذن التعبير بالماضي بصيغة الماضي لتأكد وتحقق الوقوع. ثم قال عز وجل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه نلحظ في القرآن الكريم كثيرا ما يأتي ذكر قضية الاستهزاء، وأن المستهزئ دائما يؤخذ على حين غرة وغفلة، وهذا من عادة الله عز وجل ودأبه في المكذبين، أن ينالهم عذابه أشد ما يكون أمنا، حينما يأمنون أمنا تاما من مكر الله عز وجل وعقوبته بهم، يأتيهم عذابه ويحل بهم. ثم قال عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذه الآيات تشير إلى طبيعة الإنسان، إلى الطبيعة التي ركب عليها، وأجملها قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن أصابه الضر يجزع ويتأفف ويسخط، طيب إذا أصابته النعمة هل يشكر؟ كلا، بل يمنع ويبخل ولا يؤدي حق الله. وهنا هذه الآية يقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الإنسان المقصود به جنس الإنسان، المؤمن والكافر، ويختلف بحسب حاله. فالمؤمن لا شك أن إيمانه يمنعه من كثير مما يقع فيه الكافر، لكن المقصود جنس الإنسان، على أن بعض المفسرين قال المراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، لكن هذه الطبيعة موجودة ومغروسة في الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الرحمة هنا جاءت بصيغة النكرة للعموم، أي أنواع الرحمة، رحمة في رزقه، رحمة في بدنه، رحمة في عمله، في أي أنواع الرحمات. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يصيبه اليأس والقنوط والجزع ويظن أن الدنيا انتهت وأنه لم يبق له في هذه الدنيا خير، ويكفر بالله عز وجل، يكفر نعم الله عز وجل، يكفر النعم السابقة والنعم التي يعيش فيها، لأن لا يوجد إنسان في هذه الدنيا إلا وهو في نعمة من نعم الله أبدا، مهما كان نزلت به من المصائب فإنه لا يخلو من نعمة من نعم الله عز وجل. ولهذا
قال الله عز وجل ثم نزعناها منه. وتأمل، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، من الذي أعطاك هذه الرحمة؟ الله، فهو صاحب الرحمة والنعمة، ثم هو الذي نزعها منك، فلما تيأس ولما تكفر؟ هو الذي أعطاك وهو الذي أخذ. ولذلك في الأثر إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ، فهو الذي يعطي وهو الذي يأخذ. طيب، ثم قال عز وجل ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست. الآن أنعم ثم رفعت عنه النعمة، ثم أنعم عليه بعد هذه الضراء التي مست ليقولن ذهب السيئات عني. خلاص يبدأ يستبشر ويظن أن الدنيا كلها أصبحت نعيم وأصبح كل شيء أمامه أخضر، ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. لفرح فخور، يعني كثير الفرح كثير الفخر. هذا النوع من الفرح نوع مذموم، أما مبدأ أن الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل فهذا طيب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لكن الفرح المقصود هنا الذي يوقع الإنسان في البطر والأشر وعدم مراعاة حق الله في تلك النعم هو المذموم. ولذلك قال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه الصفة الإنسانية في الناس كثيرة موجودة، قل من يخلو منها، لكن الله عز وجل في الآية الكريمة يبين لنا ما هي الصفات التي تجعل الإنسان يتعامل مع نعم الله، إن أعطيها بشكر وحمد، وإن سلبها بصبر وحمد لله عز وجل على ما أصابه. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فذكر الله عز وجل وصفين يعصم الإنسان من هذا الخلق الذي عليه كثير من الناس. وصف الأول والخلق الأول الصبر، والثاني عمل الصالحات. وهذا حقيقة ربط دقيق فيما يعين على الشكر وترك الكفر. إذا استعمل الإنسان الصبر في حالة البلاء فإنه يحمد الله عز وجل، وإذا استعمله في حالة النعمة فإنه يشكر الله عز وجل ويعمل فيها بالصالحات. ولذلك إذا رأيت الرجل يبتلى ثم تجده صابرا يكثر من أعمال الصالحات فاعلم أنه على خير. وكذلك إذا أنعم على الإنسان وأعطي من الدنيا فتجده صابرا لا يطغى، بل تجده يكثر من أعمال الصالحات والحسنات، فاعلم أنه موفق، واعلم أنه ممن تشمله هذه الآية. انظر ماذا يقول عز وجل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وتأملوا قوله مغفرة، جاءت بصيغة النكرة الدلالة على العظم. مغفرة لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الأجر هو ثواب العمل أو هو الجزاء على الأعمال، يسمى أجرا. وقد وصفه الله بالكبر والعظم لأنه عطاء الله عز وجل، ولا أعظم ولا أكبر من عطائه عز وجل. ثم قال عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. انظر ملحظ التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، التثبيت له عليه الصلاة والسلام فيما يواجهه من قوله. يقول الله عز وجل لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، هذا التعبير والتركيب فيه معنى التحذير، كأن تقول الإنسان لعلك أن تفعل هذا، لعلك أن تترك هذا، لعلك أن تتأخر عن أداء الواجب، فأنت تحذره من أن يقع فيه، وليس تسأله أو تستفهم هل ستتأخر أم تفعل هذا الأمر، لا يراد به السؤال وإنما يراد به التحذير.
وهنا قال عز وجل: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. من طبائع وعادات المكذبين لرسل الله التمسك بالنواحي المادية الحسية بالدنيا، فهم لا يرون الخير إلا في المال الذي يعطى الإنسان، إلا في كثرة المال، كثرة الخير، كثرة ما يعطى من هذه الدنيا. بقدر ما يعطى الإنسان من الدنيا يكون له مقام ومنزلة عنده. ولهذا كانوا دائما يعترضون على النبي ويطلبون منه أن يكون له كنوز وأن يكون له الأنهار والجنات والبساتين ونحو ذلك، مما ليس له علاقة بطبيعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطبيعة مهمته. فالله أرسله لمهمة محددة وهي البلاغ للناس، وهذا من جهلهم بحقيقة النبوة أن يطلبوا أو أن يشترطوا على النبي هذه الشروط التي ذكرها الله عنهم، حيث قالوا لولا أنزل عليه كنز من السماء أو جاء معه ملك يشهد أنه من الله. ما الرد الذي جاء عليهم؟ قال عز وجل: إنما أنت نذير. يعني هذه هي مهمته، ليست مهمتك أن تأتي بالكنوز ولا أن تنزل بالملائكة، ما كلفك الله بهذا، إنما كلفك بشيء محدد هي الإنذار. والنبي ليس منذرا فقط، بل هو منذر ومبشر، لكنه اقتصر على الإنذار. لما؟ لأنه المناسب لحالة هؤلاء. الكافر المناسب لحاله إذا كان كافرا معرضا صادا عن سبيل الله، المناسب لحالته أن ينذر ويخوف، لكن المقبل على الشيء الراغب فيه يبشر بأجر الإيمان وثوابه. والله على كل شيء وكيل. فالله هو الوكيل عليهم، ولست أنت بوكيل عليهم. نعم، يعني لعلك تارك، قصدك ما المراد بالآية؟ لعلك تارك بعض ما أوحى إليك الله عز وجل، وهذا على سبيل التحذير، يعني لا تترك شيئا مما أوحاه الله إليك ومما أمرك ببلاغه مهما كان. وهذا الإشارة إلى تارك بعض، يعني لا تدع من أجل هؤلاء أي شيء أمرك الله به وأوحاه إليك، فهو تحذير له من ترك أي شيء دون تحديد أي صورة من صور الترك. يعني مهما أوحى الله إليك ومهما أمرك الله عز وجل ببلاغه فلا تترك شيئا منه من أجل هؤلاء المكذبين. وأنتم تعلمون أن مما كان المشركون يدعون النبي إليه كثير أن يخصهم بمجالس خاصة بهم، وأن لا يختلطوا مع ضعفاء المسلمين وفقرائهم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، مع أنهم يعني قد يظن الظان في البداية أن هذا لا بأس به من أجل مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء الذي حملهم عليه هو الكبر والعجب والغرور بالنفس، والإنسان لا يقر على هذا ولا يتابعون عليه. ثم قال عز وجل في الآية الكريمة وقبل ذلك قول عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، فيه إشارة إلى شدة معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصد الذي لقيه من أولئك الكفار، الصد الذي لا موجب له. حينما تكون أنت تأتي للناس تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، الخير لهم والشر عليهم، لا يلحقك أي ضرر، وأنت مع هذا ناصح محب مشفق لهم، وفوق ذلك ليس لك أي مكسب من هذا الأمر والنهي والتحذير. في مقابل هذا كله تجد منهم شدة الإعراض، شدة التكذيب، اتهامك ووصفك بأبشع الأوصاف. ماذا سيكون ما الذي ستكون عليه حالك النفسية؟ لا شك أن هذا يؤثر في نفس الإنسان،
ولأنه ما يطلب شيء منهم وليس لا يقصد منهم أي نوع من أنواع النفع والخير. ولهذا يعني تصور الإنسان لهذا المعنى يفهم لماذا أنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآيات: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ثم قال عز وجل: أم يقولون افتراه. أم هذه للإضراب، وهي انتقال للإضراب، انتقال مما قبلها من الكلام الذي قبلها إلى الكلام الذي بعدها، وهو ذكر لأنواع طلباتهم وأنواع تعسفهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يقولون لولا أنزل عليه كنز، مرة يقولون لو جاء معه ملك، مرة يقولون له إنك ساحر إنك شاعر، مرة يقولون إنه افتراه. وهنا ذكر نوعا من قولهم، حيث قال عز وجل: أم يقولون افتراه، يعني بل أن يقول أولئك المشركون المكذبون لدعوتك إنك قد افتريت هذا القرآن. والافتراء أشد الكذب، الافتراء أشد الكذب. فهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد افترى هذا القرآن. وانظروا إلى هذا المنطق العقلي في جدال أولئك المكذبين، حيث جاء الرد عليهم غاية في السهولة لكن غاية في الإفحام، حيث قال عز وجل: أم يقولون افتراه، قل يعني إن كنت قد افتريته كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا كنت أنا افتريت كل هذا الكتاب وأنا واحد منكم فأتوا أنتم مجتمعين بعشر سور مثله. وهذا منهج عقلي منطقي لا يمكن لعاقل أن يشك فيه. إذا كان شخص واحد استطاع أن يأتي بهذا القرآن كله على زعمهم فلتأتوا كلكم أنتم مجتمعين فقط بعشر سور دون تحديد لهذه العشر. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بهذه بشيء من القرآن الكريم. وقد وجدنا في كتاب الله عز وجل أن الله تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم في صور عدة وأشكال متنوعة. فتحداهم أن يأتوا بسورة، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ولم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بسورة واحدة دون تعيين لهذه السورة، أي سورة ولو كانت أقصر سورة مثل سورة الكوثر أن يأتوا بمثلها، وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بها مجتمعين مفترقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا التحدي مفضع لهم الحقيقة، ومع ذلك لم نجد من مشركي العرب أي محاولة، ما حفظ لنا التاريخ ولا السيرة أي محاولة من المشركين أن يأتوا بمثل هذا. يعني ألا كان يكفي في رد دعوة النبي وبيان زعمهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة من سور القرآن؟ ما استطاع. اللهم إلا ما يروى عن مسيلمة الكذاب، وهو كما وصف كذاب وأضحك الناس منه، على أن بعض أهل العلم يرى حتى إن ما ينسب إلى مسيلمة هذا أنه لم يقله أصلا، لأن أي إنسان يتكلم اللغة العربية الفصيحة من أهل اللسان يعرف أنه ليس باستطاعته أن يأتي بمثل القرآن الكريم. في قوله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فيه تحديد الحقيقة، هذا ملفت مهم يحسن التأكيد عليه، فيه تحديد لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة كل داعية إلى الله عز وجل. ليس من مهمة النبي ولا الدعاة بعده السائرون على طريقه أن يحملوا الناس كرها على قبول الإيمان والانقياد إليه، ليس هذا من مهمتهم، ولم يكلفهم الله به ولم يرسلهم ويبتعثهم بها، بل مهمتهم الجد
في تبليغ دعوة الله عز وجل. أما أثر ذلك في الناس قبولهم وانقيادهم فالله لا يسألك عن ذلك ولست محاسب عليه، ولذلك قال إنما أنت نذير فقط، وأمرهم إلى الله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن قال يأتي النبي في يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهيط يعني المجموعة من الناس، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل يعني ما آمن به إلا رجل واحد، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد أبدا. إذا كان النبي المرسل من الله المؤيد بالوحي والأدلة ما آمن به أحد، فمن عداه من الناس من الدعاة من المصلحين يعني ليس غريبا أن لا يصدقهم أحد أو أن لا يتبعهم أحد. وقوله عز وجل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، تحدي الحقيقة مفضع للمشركين أن يجتمعوا كلهم وأن يدعوا كل من استطاعوا من الإنس والجن، ومع ذلك فشلوا. ولهذا قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم لهذا التحدي فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ولا شك أن هذا الدليل القاطع في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وما أوحي إليه، ولهذا بنى عليه هذه النتيجة حيث قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ومعنى مسلمون هنا يعني منقادون مستسلمون لله عز وجل. ثم قال بعد ذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني من كان يقصد بعمله وسعيه الحياة الدنيا لا قصد لهم ولا هم إلا الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يقصد بعمله الدنيا واجتهد وسعى فيها فإنه يوفى إليه عمله، والتوفية إعطاء الشيء وافيا لا نقص فيه. وتأملوا سبحان الله هذه الآية العظيمة، يقول عز وجل الذي يريد أن يعمل لهذه الدنيا وهو قصد الدنيا فقط وليس شيئا آخر وسعى فإننا نعطيه من الدنيا بقدر سعيه، يوفى قدر سعيه، سعى سعيا عظيما يعطى عطاء عظيما، سعيا قليلا يعطى عطاء قليلا حتى لو كان أكفر خلق الله. وهذا الحقيقة يجب أن نفقهه، هذا من فقه سنن الله عز وجل، أن حتى الكافر والكاذب والمشرك إذا سعى في الدنيا يعطى قدر سعيه. ولذلك نجد أن أمم الكفر اليوم قد أعطوا وفتحت لهم الدنيا بسبب أي شيء؟ سعيهم، سعيهم في هذه الدنيا فأعطوا على قدر سعيهم. بل ربنا عز وجل قال نوفي إليهم يعني يعطى عطاء تاما لا نقص فيه. وهذا نبني عليه فائدة أخرى وهي أن الدنيا أصلا لا تساوي عند الله شيء، ولذلك يعطيها أي أحد إذا سعى الإنسان فيها يعطى، لكن الآخرة ليست إلا لمن أحب عز وجل. ولذلك قال وهم لا يبخسون يعني لا ينقصون، إذا سعى واجتهد في الصناعات وفي الإنتاج وفي العمل وفي خدمة دنياه فإنه يعطى، وإن قصر ينقص بقدر نقصه. وهذا من الموازين المهمة التي يجب أن نضعها أمام أعيننا ونحن نعمل في هذه الدنيا، بحيث نفقه سنن الله عز وجل في خلق الإنسان وسعيه في هذه الدنيا، أو ما يسمى بالسنن الاجتماعية التي تقوم عليها حياة البشر. ثم قال عز وجل أولئك الذين ليس همهم إلا الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لما؟ لأنه لم يقصد بسعيه إلا الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. وحبط، الحبوط بطلان الشيء وذهابه، لكن لفظ الحبط لا يكون إلا لشيء يظن صلاحه، لفظ حبط
ما يطلق إلا لشيء يظن صلاحه، بمعنى أن هؤلاء الذين عملوا في الدنيا، عملوا أعمالا وأنتجوا إنتاج عظيم، هذه يظنون صلاحها ولا لا؟ لكنهم في الآخرة تحبط هذه الأعمال، لا يصبح لها أي قيمة. أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها في تلك الدنيا، ما أصبح لها قيمة في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون. والباطل الذاهب الزائل. إذن حبط عملهم، وأيضا بطل. وهذا مبالغة في تأكيد أن من كان قصده بعمله الدنيا أنه لا ينتفع ولا يفيده ذلك عند الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحقيقة هذه الآية الكريمة أو أولها من الآيات التي تعد في ضمن الآيات المشكلة في القرآن الكريم على كثير من أهل العلم، على المفسرين. ولذلك إذا نظرت إلى كلام المفسرين حول هذه الآية خصوصا أولها، تجد بينهم خلاف كبير جدا وواسع، حتى عد بعضهم أكثر من 10 أقوال في معنى الآية الكريمة. وسبب ذلك ما فيها من الإجمال، لأن الآية جاءت مجملة وكثرة الضمائر فيها، حيث يقول عز وجل: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فوقع بين أهل العلم إشكال واسع في مقصود الآية الكريمة. من أقربها أن يكون معنى الآية، طبعا ضيق الوقت يمنعنا من تفصيل أقوال أهل العلم في معنى الآية، لكن ممكن أن يقال إن أحسن ما حملت عليه الآية أن يقال: أفمن كان على بينة من ربه. والبينة هنا يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين والحق الذي أنزل عليه، وذلك حال المؤمن أنه في بينة وضوح من هذا الدين لا يشك فيه، بينة من الإسلام وشرائعه، بينة من القرآن الكريم وما تضمنه من أحكام وأوامر. ويتلوه شاهد منه، يعني ويتلو هذه البينة، التلاوة هنا بمعنى الاتباع، ويتبع هذه البينة شاهد منه، شاهد من ذات القرآن الكريم على صحة أي شيء؟ تلك البينة. إذن عند المؤمن بينة بهذا الدين، بما جاء به هذا الدين، دلالة على أنه حق. ويتلوه يتبع ذلك دليل آخر وحجة أخرى، وهي القرآن، بما بذات القرآن هو شاهد على صحة ما عليه، ما يعتقده المسلم. ويتلوه شاهد منه ومن قبله، يعني من قبل هذا الشاهد، من قبل القرآن الكريم، كتاب موسى إماما ورحمة. فأصبح عند المؤمن 3 أمور تشهد له بصحة ما هو عليه، وهذا من أحسن ما تحمل عليه الآية. أولا الدين الذي عليه بما جاء به من أوامر ونواهي وأحكام، ثم القرآن بذاته دال على أنه من عند الله، ثم أيضا الكتب السابقة السماوية تشهد لصحة هذا الدين. واضح المعنى؟ طيب، إذن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كتاب موسى إماما يعني قائدا يقتدي به أتباعه الذين كانوا آمنوا بموسى عليه السلام، وهو إمام لهم ورحمة لهم. أولئك يؤمنون به، يعني من كان على يتبع موسى حقا وما جاء به يؤمنون بهذا القرآن الكريم. ثم قال: ومن يكفر به، يعني يكفر بالقرآن الكريم
من الأحزاب، الأحزاب جمع حزب، والحزب هو ما يجتمع عليه الناس، والمقصود به كل من لم يكن مؤمنا من المشركين ومن اليهود والنصارى، كل هؤلاء يسمون الأحزاب لأنهم تحزبوا وتجمعوا ضد الإسلام. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكو في مرية منه. المرية هي الشك والتردد، فلا تكو في مرية منه، يعني لا تكن في شك وتردد مما أنزل الله عليك ومما أوحى إليك، إنه الحق من ربك. لماذا لا تكون في مرية؟ لماذا لا تكون في شك؟ لأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني أن أكثر الناس حالهم مع هذا القرآن الكريم ومع هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا صحيح، فإن أكثر أهل الأرض لم يؤمنوا. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفائدة بنى عليها أهل العلم عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بقوله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب كما ذكرنا اليهود والنصارى والمشركون، قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني من يكذب ويكفر بالقرآن فلا مصير له إلا النار. إذن معناها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس جميعا، حتى اليهود والنصارى، وهذا قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة عليه، وأجمع على ذلك أهل الإسلام. ويقول عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. بعد أن بين حقيقة القرآن وإيمان أهل الكتاب الصادقين به، بين حال الذين كذبوا به، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء الاختلاق، الافتراء المقصود به الاختلاق، وهو أشد أنواع الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك، هؤلاء الذين كذبوا على الله، يعرضون على ربهم يوم القيامة، وهذا العرض عرض محاسبة وجزاء على أعمالهم. ويقول الأشهاد، جاء في معنى الأشهاد أنهم الأنبياء، وفي معنى الأشهاد أنهم الملائكة. والحقيقة إن الأشهاد كل من يشهد عليهم، كل من يشهد عليهم، لأن الأشهاد جمع شاهد وهو الحاضر، شهد الأمر يعني حضر الأمر. وقد يكون الأشهاد جمع شهيد وهو المخبر عن الشيء، تقول: وقعت تلك الحادثة ويشهد عليها فلان، لأن فلان قد حضرها. فهذا يدل على العموم، كل من الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وهذا ثبت في ما جاء في حديث الشفاعة، أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة تشهد للأنبياء جميعا بالبلاغ. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يشهد لأنبياء الله بالبلاغ وعلى الأمم بأنهم قد بلغوا. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا فيه دلالة على جواز لعن الظالمين عموما دون تعيين لأحد بعينه، إلا من مات منهم على ظلمه فيجوز لعنهم. هؤلاء الظالمين يقول الله عز وجل عنهم: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. قبل ذلك هؤلاء الظالمين ما هي صفاتهم؟ قال عز وجل: الذين يصدون عن سبيل الله، وهذا أعظم وأشد الظلم، الصد عن سبيل الله.
لا يكفي فقط أنهم كفروا، لا، بل صدوا الناس عن سبيل الله، يعني طريق الله، ويبغونها عوجا، الابتغاء الطلب، يعني يطلبون هذه الطريق، طريق الله عز وجل، سبيل الله، يبغونها أي شيء عوجا مائلة. وسبحان الله، دعاة أبواب جهنم ليس فقط أنهم ضالوا عن سبيل الله، بل يريدون إضلال الناس، مرة بمنعهم إن ملكوا القوة والقدرة، ومرة بالتلاعب بدين الله عز وجل وتحريفه. وهؤلاء هم الأئمة المضلون، دعاة على أبواب جهنم. وطريق المؤمن إلى الله عز وجل مملوء بهؤلاء الدعاة من الأئمة المضلين، فيتلاعبون بدين الله، ويتلاعبون بشرعه، ويتلاعبون بأحكامه، ويحملونه على غير ما أمر الله ورسوله، وربما يلبسون كما قال عليه الصلاة والسلام، يلبسون مسوح الظأن على قلوب الذئاب، ليضلوا المؤمنين عن دين الله وسبيله. هؤلاء يقول عز وجل عنهم: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني لا يفوتون الله. أعجزك، أعجز الشيء يعني فاتك، فهم لا يعجزون الله، لا يفوتونه، ومهما تقلبوا في الأرض وذهبوا. وما كان لهم من دون الله من أولياء، الولي هو الناصر، يعني ليس لهم ولي من الله عز وجل ينصرهم ويكفيهم عقوبة الله عز وجل عليهم. ثم قال عز وجل: يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف؟ بسبب كفرهم وبسبب صدهم عن سبيل الله. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني نفع عنهم السمع والبصر، لما؟ مع أنهم يسمعون، لعدم الانتفاع. وكل من لم ينتفع بالنعمة التي بين يديه فكأنه لم يعطها، ولذلك نفى الله عن المشركين السمع والبصر لأنهم ما انتفعوا بها، فكالأعمى. ثم قال عز وجل: أولئك الذين خسروا أنفسهم أولاً بالكفر ثم بصد الناس، وضل عنهم، يعني ذهب عنهم ما كانوا يفترون، فذهب عنهم الذي كانوا يفترونه ويزعمونه من الأولياء والأعوان ومن يشفع لهم. ثم قال عز وجل: لا جرم، يعني لا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لماذا هم الأخسرون؟ لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا كل ما عندهم من النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. في مقابل هؤلاء يقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ختم الآيات فقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستوي، يعني مثل، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الذي لا يسمع والذي لا يسمع؟ وهذا والله حال المؤمن والكافر، وإن كان الكافر أسمع الناس، وإن كان أبصر الناس فإنه أعمى. والمؤمن لو كان لا يبصر ولا يسمع فهو يسمع ويبصر بنور الله وهداية الله عز وجل. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.